أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم في عدد جديد من الفوروم الاقتصادي. وككل أسبوع نخصص عددنا لملف من الملفات الاقتصادية لنذهب بكم اليوم ونغوص ربما أكثر في أعماق المؤسسة الناشئة، مناخها وتطورها الجزائر بين النظر والتطبيق. بالنسبة للمؤسسات الناشئة، حيث تم إنشاء الوزارة يوم 8 جانفي 2020 بإرادة سياسية لدعم هذا المناخ، لتنتقل إلى إنشاء بيئة للمؤسسات الناشئة. هذه البيئة التي تمخض عنها كل من لابيل ستارت اب، وهو المعيار للمؤسسات الناشئة. من ثم تم إنشاء صندوق تمويل المؤسسات الناشئة ISF، تمويل خاص بهذه المؤسسات عن طريق لبزنس أنجل، وهم التمويلات الخاصة، لنذهب بعدها إلى تحويل وتكييف التشريعات القانونية. كل هذا وجب تطويره فيما بات يسمى بالمسرع العمومي ألجيريا فنتشر، الذي يدفع بالمؤسسات الناشئة نحو النجاح، إضافة إلى حاضنة الأعمال بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأخيرا وجب ربطها بالعالم الخارجي. كل هذه المجهودات التي رأيناها لتحسين المناخ تمت بعملية جوهرية. هذه العملية تتمثل في عملية ربط هذه الحلقة بين الجامعة ومؤسسة التكوين، المبتكر، المتعاملين الاقتصاديين، البنوك وسوق العمل، مما أعطانا حلقة متكاملة تسمح بتطور هذه المؤسسات الناشئة. المؤسسات الناشئة التي تستطيع أن تكون في قلب التحول الاقتصادي الجزائري. لماذا بالضبط هذه المؤسسات؟ لأنها تتميز ببساطة الإطلاق وسرعة النمو، بمصاريف قليلة وعوائد عالية جدا. ليعلم الجميع أن هنالك مؤسسات ناشئة بدأت ب100 إلى 200 دولار وأصبحت عوائدها ملايير الدولارات. نعطيكم الآن أمثلة عن أنجح المؤسسات الناشئة في العالم حسب تقرير 2020. نجدها في المرتبة الأولى العملاق الصيني بيتي دانس ب140 مليار دولار، ثم العملاق الصيني مرأة أخرى ديدي تشوكزينغ ب56 مليار دولار، ثم الأمريكي سبيس إكس 46 مليار دولار، ليليها أمريكي ستريب ب36 مليار دولار، ثم بلانتير ب20 مليار دولار، وأير بي إن بي للسفر ب18 مليار دولار، ثم الصيني كوايشو ب18 مليار دولار، ثم الأمريكي إيبيك جيم للألعاب الفيديو ب17 مليار دولار، يليه الهندي وان 97 ب16 مليار دولار، ثم الأمريكي دور داش ب16 مليار دولار. كل هذه الشركات هي أمثلة عالمية بمقدار 380 مليار دولار. من ثم هنالك أمثلة في الجزائر استطاعت أن تنجح، ونعطيكم هنا أهم أنجح وأنجح المؤسسات الناشئة في الجزائر، مثل سكوار، باتوليس، ياموس، كيو سي ام، ياسير، وزوالي. كل هذه المؤسسات الناشئة تمت بنجاح، وهي اليوم يراها ويعيشها الجزائريون في سوق العمل. فمن النظر إلى التطبيق، كيف تصبح لدينا مؤسسة ناشئة بحجم العمالقة التي رأيناها في على المستوى العالمي؟ لمناقشة هذا الموضوع نعطيكم موعدا بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى، ومباشرة نبدأ نقاشنا مع ضيوفنا الكرام حول موضوع اليوم، وهو المؤسسات الناشئة بين النظر إلى التطبيق مباشرة في الجزائر. ونرحب بسيد سيدي علي زروقي، المدير العام للمسرع العمومي ألجيريا فنتشر، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك، مرحبا. شكرا. كما نرحب أيضا بضيفنا سيد أليكس ليو، المدير التنفيذي لشركة هواوي الجزائر. بيانفينو أفو مسيو ليو. كما نسعد أيضا باستضافة السيد عبد السلام مولادي، صاحب مشروع سينيو لتقنية ترجمة حركة الصم والبكم. مرحبا بك معنا. مرسي بوكو، يعطيك الصحة على الاستضافة. شكرا لك. ربما في البداية نبدأ مع سيد علي زروقي. الجزائر خطت
خطوات من ربما اليوم الأول عن نبوغ هذه الإرادة السياسية القوية في تطوير المؤسسات الناشئة، في ربما نموذج الإصلاح ونموذج تحول الاقتصادي اليوم في الجزائر. والمسرع الجزائري فينتشر رأينا أنه منذ نشأته إلى يومنا هذه يعني أطلق ديناميكية في العملية. رأينا ربما في المقدمة كيف يعني تم إنشاء وكيف هو مهم في عملية الربط وعملية التواصل كل هذه الحلقة. اليوم أنتم كنتم تابعون للوزارة المنتدبة، الوزارة المنتدبة التي اليوم أصبحت وزارة كاملة بالمؤسسات الصغيرة والمصغرة، ربما هذا ثقة ورغبة في الدفع أكثر في ميدان المقاولاتية. لما نشوفوا المقدمة من 2020 إلى اليوم، كيف ترون البيئة ومناخ المؤسسات الناشئة في الجزائر؟ شكرا أخ مولود. أولا لو سمحتم فيه بعض التوضيح أو رفع اللبس على مصطلح ساد في الإعلام. الوزارة من أول إنشائها هي وزارة كاملة، ما كانش وزارة ناقصة وزارة كاملة، لكن كانت وزارة منتدبة. فاليوم يعني نظرا للمجهودات اللي قامت بها الوزارة تاعنا، فأصبحت وزارة انضمت لها وزارة ثانية، وهي وزارة يعني انتحدف منها انتداب، أصبحت وزارة شاملة لوزارتين، وهذا لاكتمال يعني الحلقة مؤسسات الناشئة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة اللي هي جزء لا يتجزأ من المقاولاتية. فبالطبع الحكومة كانت وضعت مخطط عمل هو بعث روح المقاولاتية في الوسط الجزائري أو في بلدنا الجزائر، وقامت بوضع ميكانيزمات، وضع الظرف المالي، وضع يعني المناخ المناسب باش المقاولاتية تتطور وتمشي إلى خطى اللي هي ما عليه اليوم، ومازال فيه باقي يعني احنا ما وقفناش والمسيره مازالت باقيه يعني الى يومنا هذا. وضع اطر قانونيه لانه لازم ناطر المقاولاتيه، وضع صندوق الاستثمار في المؤسسات الناشئه كما كنت ذكرتوا للاسف، بعدها زادت كان ارجع انفستمنت فاند، بعدين لقينا انه المناخ يحتاج اضافات ثانيه، ف الجي ستارت اب فاند زادت انضخت ليه ما لا يقل على 410 مليون دولار اللي هو يمكنها باش تتوسع اكثر ويسمح لها باش تكون يعني شامله اكثر المؤسسات الناشئه عبر التراب الوطني. ورغم هذا ما توقفناش، زدنا فيه الاطار اللي اشتغلنا عليه وكان طرح في مجالس الحكومه اللي هي العطله المقاولاتيه لمده سنه، وهذا يشجع لانه اي واحد يحب يروح للمقاوله يخاف انه يخرج من لا زون دو كونفور يعني منطقه الراحه تاعو، يقول لك انا نخلي منصب عمل ونروح مقاولاتيه اللي هي ريسك، وواحد مقاول لازم ياخذ ريسك يعني ما لازمش يلقاها بسهله. احنا هذا القانون قلل من نسبه المخاطره عند الفرد فاعطيه اكثر اريحيه. هنا الدوله ساعدته في الاطار القانوني في التمويل، والتمويل اللي هو مرة أخرى نذكر عليه أنه عبارة عن تمويل حلال يعني 100% يعني سريعة كومبلاينت، فمخاطرة برأس الأعمال ما هوش قرض. يعني لو المشروع تاعك عنده طموح وعنده أمل باش ينجح فالصندوق حيخاطر معك لأنه حيحط معك نقود، يدخل معك في رأس المال ماذا به هو تاني ينجح باش لأنه هو عبارة على شركة، يحط معك رأس مال باش يعاود يسترجع أموال ويسترجع أرباح. المسرعة تاعنا ارجيا فنتور اللي هي شاملة وتضم وتحاول تساعد حتى يعني في المهام تاعنا انه ندفع بالحاضنات الاعمال الخواص او العمومية، لانه فيه ما لا يقل على 40 حاضنة في الجامعات الجزائرية ونفس العدد في المؤسسة في الخواص. فالحاضنات هذه كلها نقوم بدعمها، تكوين اطاراتها ونوصلوها مع المؤسسات الناشئة ونعرفوا بها نفس الشيء. جيد. ربما في نفس السياق اليوم قامت عملية ربط ربما توصف برائعة، يعني نستطيع أن نقول كذلك، لأنه كانت عملية ربط بين المسرع، ولما نقول بين المسرع هو بين
حاملي المشاريع، ربطهم بالعالم الخارجي، ربما رأيتم في المقدمة لما أعطينا أمثلة عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن الصين أو حتى الهند، هي لكي نوري يعني الشباب نتاعنا أنه هنالك من تطور وهنالك من أصبح عملاق، لكن كان في مؤسسة الناشئة، ورأينا ذلك عبر عديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها على مستواكم. بطبيعة الحال احنا الهدف مؤسسة الناشئة أنه تكبر وتتطور في داخل الوطن وخارج الوطن. في داخل الوطن نقدر نقوله بدينا نعرفه بها بالنظام البيئي، وفي مؤسسة ناشئة يعني تضخمت أو نشأت بطريقة لازم لها توسع على النطاق الدولي. من مهمنا احنا كألجيريا فنتور أنه نعرف بالنظام البيئي أولا للعالم وللأنظمة البيئية الثانية، ونوصل المؤسسة الناشئة اللي وصلت سكالابيليتي في المصطلح اللي في المقاولاتية للتطور خارج الوطن، لازم نوصلها للماركت الاخرين، وكذلك نستقطب بها المستثمرين. يعني في المأمورية الاخيره كنا فيها الاسبوع اللي فات كذا من الدول 15 دوله ما يعرفوش يعني اللي هما الانجل انفسترز وفي سيز مخاطرين براس الاعمال راس المال ما يعرفوش النظام البيئي الجزائري وما سمعوش بالخطوات اللي قامت بها الدولة لتطوير النظام البيئي، فكانوا منبهرين. يعني حتى فيه على سبيل المثال مصر ما عندهاش نفس حاضنات الأعمال اللي عندنا في الجزائر، يعني ممكن المقاولاتية بدأت عندهم شوية قبل من عندنا احنا يعني كنظام بيئي الأولى هذا كل شيء عفوا، لكن في الجزائر عدد الحاضنات يفوت بالضعف الحاضنات في مصر، نفس الشيء في سلوفينيا، نفس الشيء في حتى في تركيا. فبالتالي هذا شيء نفتخر به، يعني الحكومة اليوم وضعت مخطط ووضعت الحلول ووضعت يعني كل الجهود باش تخلي المقاول يفكر ويركز ويبتكر في الإبداع. خليك من الشيء الآخر كامل، احنا كلنا نقوموا به احنا الإطار القانوني باش نحميوك باش نعطيوك البنود كيفاش تمشي، التكوين، الفاينانسينج، ونوصلوك للعالم الخارجي. ركز على شغلك، ركز على الإبداع، وركز على تطوير منتوجك. جيد، ربما نذهب إلى ضيفنا وهو عبد السلام. عبد السلام، أنت من يعني المبتكرين وصاحب مشروع سينيو لتقنية ترجمة حركات، هذا المشروع الذي نال كثير من الاهتمام، وأنتم ربما ستنتقلون به حتى إلى المستوى الدولي. ربما أنتم نتاج عن هذا العمل الذي تقوم به الدولة في تحسين المناخ بطريقة أو بأخرى. يعني في البداية لكي ننير الرأي العام، ما هو مشروع سينيو سي عبد السلام؟ ساينو هو تطبيق في سمارت فون يترجم لغة الإشارة تاع الصم والبكم إلى لغة مسموعة ومقروءة نشوفوها قدامنا ونسمعوها، في نفس الوقت يترجم اللغة المسموعة والمنطوقة إلى لغة إشارة عن طريق 3D Animated Character اللي يقوم بهذوك الحركات حتى يكون فيه تواصل بيننا وبين الصم والبكم. الفيتشر الثالث هو ترجمة بين لغة إشارة وأخرى لوجود أكثر من 300 لغة إشارة حول العالم باش نسهلوا على الصم والبكم مثلا السفر والـ Exchange Experiences، ويكون ونحللهم على العديد من المشاكل كما مشكل الشغل، مشكل العلاج، هذه المشاكل كامل اللي عندهم في حياتهم فقط بسبب الحاجة الوحيدة اللي احنا نملكوها وقادر ما نديروا لهاش حساب، واللي هي القابلية تاع السمع والنطق والتواصل بين بعض. جيد، وهي الأساسيات. ربما كيف كانت فكرة هذا المشروع وكم أنتم في هذا المشروع؟ كيف جات الفكرة لتطويره؟ احنا يا ربعة مهندسين، هي الفكرة بدأت في 2020 في فترة كورونا، كنت متطوع في السبيطار تاع الولاية تاعي في فترة هذيك تاع كوفيد، نساعدوا في الناس وكلش، كانت كاين نشوفوا من هذه الفئة أشخاص يجوا للمستشفى في حالة مزرية في ألم وكلش، والأطباء ما يقدروش يتواصلوا معاهم لسبب أنه ما كانش اسمه هذاك الشخص يبقى في الألم تاعو حتى نروح نحوسوا له على واحد مختص في لغة الإشارة. ثم بدينا نبحثوا على حلول اللي قادرين نسهلوا بها هذا الشيء لو ماكسيموم،
بدات الفكره كقفاز اللي هي كاينه من قبل، خدموها عده شركات، سينا نديروها اون طون ريال لانه لغه الاشاره باش نترجموها واللي يستعملها الشخص الاصم والابكم ولا المحتاج لازم تكون في نفس الوقت اللي هو يدير الإشارة تاعو احنا نفهموه. لكن القفاز هذا فكرة موجودة وحل موجود، لكن واحد ما يستعمله بسبب أنه بطيء جدا في الاستجابة تاعو. كي بدينا نخدمه مع الفئة المستهدفة تاعنا ديراكت، لقيناهم باللي كأي شخص عادي يستعملوا الهواتف تاعهم، عندهم نفس المشاكل تاعنا تاع نبقى نهار كامل مقابلين سمارت فون. رحنا لأسهل حل موجود بعيدا عن النظارات أو شراء طابلات خاصة اللي تقوم بهذا الشيء. خدمنا هذا، فكرنا في هذا التطبيق اللي عن طريق الكاميرا تاع الهاتف ندربوها باش تفهم هذوك الاشارات وترجمهم لنا، في نفس الوقت حضرتها ترجمها لنا اشارات وتحل هذا المشكل اللي كان. يعني ترجمها للغه عادي، اي لغه اي ممكنة. لغه طبعا اي لغه ممكنه، اي لغه ممكنه. سي عبد السلام، من اي ولايه انتم؟ انا من ولايه ام البواقي ونسكن في ولايه ورقلة. يعني التطوير تم في ولايه ورقلة ام في ولايه ام البواقي؟ يعني ليس فقط قضية الولاية هي، بل ربما سي سيدي علي الزروقي يشاطرون الرأي هو أنه كان من المهم أنه الانتشار ونشر هذا روح الابتكار يكون خاصة في جنوبنا الكبير. والله يعني عدة مؤسسات ناشئة متفوقة، يعني حتى نقول أذهلتنا من مناطق بعيدة وما يسمى مناطق الظل. ف الشاب الجزائري طبعا كل مرة يبهرنا بقدراته، يعني في داخل الوطن في خارج الوطن. فشفنا ما لا يقل على 20 مؤسسة ناشئة كلهم من الجنوب أو من قرى نائية، ولكن الشاب هذاك باش يبرز بين القدرات تاعو، فاحنا اعطينا له كل الامكانيات. يعني حتى المنصه تاعنا تاع الوزاره ستارت اب بوان دي زاد مفتوحه، ما عندهاش حدود. حتى لو تكون جزائري ومقيم في دوله اخرى عندك نفس الحدود انك تكون. وراينا مغتربين، وراينا مغتربين عاودوا رجعوا للبلاد، وهذا شيء شرف. يعني اليوم في عود هجره الادمغه رانا نعاودوا نستقطبوا الادمغه، لانه لقاو البيئه متكامله. يعني كل يومين يجينا اتصال ولا يجينا ايميل حاب نستثمر في بلادي، اليوم النظام البيئي اصبح مكتمل، وريو لي الخطوات. احنا نقول لهم هاي الخطوات 1 2 3، واللي اكثر شفافيه راهي اونلاين، فما كاش بيروقراطيه، ما كاش موعد. يعني كل راهي مواعيد وكلها راهي مفتوحه، شفافيه مطلقه. جيد سي عبد السلام، يعني نواصل التطوير. انتم مهندسين في اي اختصاص؟ احنا يا ثلاثة مهندسين في الالكترونيك، الكترونيك انظمة مضمنة جامعة ورقلة. جامعة ورقلة، والرابع مهندس في الانفورماتيك. يعني هنالك تكامل بينكم. تطوير هذا المشروع هل كان بجانب فردي ام من بعد انتقلتم الى التعامل مع البيئة اللي تم خلقها عبر المؤسسات الناشئة؟ احنا بدينا نخدموا على الفكرة وحدنا، من بعد تواصلنا مع جمعية اضواء رايتس هنايا في الجزائر العاصمة، وبدينا نخدم معاهم. كان من بعد كانت كاينة أنونس قالوا لنا سجلوا فيها، اللي هي Generation Unlimited Youth Challenge اللي تابع اليونيسف. شاركنا، جاو جمعية أضواء رايتس عندنا الورقلة، درنا بوت كامب تاع 3 أيام. تسمى لقينا رواحنا بلي رانا مهتمين بالبارتي تكنيك أكثر. سينا نلمو مع لي فورماتور وكل شيء، كاع اسمع باش يكون مشروع متكامل. مرافقة طبعا. ربما سنتكلم عن تفاصيل أكثر حول هذا المشروع والتطوير في البيئة الجزائرية، ولكن الآن ننتقل إلى ضيفنا الآخر الذي يعبر عن الشراكة بين مع المتعاملين الاقتصاديين. مسيو أليكس ليو، نو فو سويتون لا بيانفوني اون اوتر فوا دون لو بلاتو دو فوروم ايكونوميك على تلفزيون البلاد. توت او ديبو لي الجيريان كونيس بيان l'entreprise ou le groupe Huawei sous plusieurs formes. Il y en a qui connaissent la partie smartphone et technologie, et il y en a qui ne connaissent pas beaucoup l'autre partie qui est la fibre, etc. Donc, en premier lieu, nous vous demandons de présenter Huawei ici en Algérie, son historique et qu'est-ce qu'elle fait au jour d'aujourd'hui. Ok, merci. En fait, Huawei, bon, on a débuté comme opérateur d'équipementier télécom.
Et puis, après une trentaine de cumuls en technologie, télécom, aujourd'hui, Huawei, on a fait l'extension sur notre business, sur, premièrement, le télécom, ça c'est la base de notre business. Et deuxièmement, aujourd'hui, on travaille aussi avec les, parce qu'avec la digitalisation ou bien transformation, dans les différentes industries, par exemple, gouvernemental, financier, gazoil, et aussi dans le cloud. Et puis, c'est le dernier, c'est ce que vous avez parlé, comme les terminaux, les smartphones, les watches, les écouteurs sans fil. L'année passée, avec la grande tendance mondiale vers la neutralisation de carbone, on a aussi fait l'extension dans les énergies, surtout dans les énergies renouvelables. Parfait. Donc, voilà, ce qui est d'actualité même et de priorité économique ici en Algérie. Aujourd'hui, on est en train de parler sur le développement de l'environnement de travail concernant les start-up ici en Algérie. Nous savons bien que Huawei essaye d'être ce partenaire que même l'Algérie veut. Aujourd'hui, dans l'environnement des start-up, on veut cette complicité, cette complémentarité entre la volonté politique, entre les opérateurs économiques et nos jeunes start-upers qui ont besoin de ce coup de pouce, surtout par des géants comme internationaux comme Huawei. Comment est votre participation à cet environnement aujourd'hui en Algérie? Oui, effectivement, parce que en fait, Huawei, notre vision, c'est toujours qu'on crée un écosystème local. On dit toujours, on veut devenir une partie de la communauté algérienne. En fait, Huawei existe déjà presque 20 ans en Algérie, mais avant on travaillait concentré plutôt sur la partie opérateur. Mais à ce moment-là, on a déjà commencé à travailler avec les jeunes, avec les petites et moyennes sociétés. Dans nos projets, on intègre les locales. Vous sous-traitez avec eux. Sous-traitez avec eux dans la partie des installations, maintenance, bien sûr aussi avec la formation. Et revenons sur le sujet que vous avez mentionné, je pense que les jeunes et les start-ups, ça peut être un élément dynamique pour l'économie. Tout à l'heure, j'ai vu, vous avez mentionné certaines start-ups remarquables en Chine, comme le TikTok, comme le Kuaishou. Moi, je pense que dans un si peu de temps, ils ont un grand développement. Peut-être qu'ils ont aussi commencé comme les petites start-up. Mais aujourd'hui, avec les technologies donnent beaucoup de facilités et beaucoup de potentialités, je dis, aux start-up. En tant qu'une société de technologie, c'est avec cette vision aussi qu'on a commencé notre partenariat avec Aventure. La première phase, c'était plutôt la partage et les formations des jeunes start-up pour avoir une vision ou une conception sur les technologies, comment mieux utiliser les technologies pour le développement. Mais ce n'est pas longtemps, on a commencé la deuxième phase. La deuxième phase, pour nous, c'était plutôt un accompagnement des start-up en utilisant les plateformes de Huawei. Ces plateformes, je pense, ça constitue en deux parties. La première partie, c'est la plateforme technique. On peut donner les accès ou bien les dispositions aux startups, surtout les startups qui ont besoin dans les grandes capacités d'un computing, qui analysent par exemple les AI ou bien les big data ou bien les cloud. Et on les donne l'accès à notre plateforme cloud. Comme ça, avec notre capacité, on peut mieux les accompagner. Monsieur Alex, nous allons partir plus dans les détails, et ces détails qui sont très très importants, mais ouais. Nous devons avant cela marquer une petite pause publicitaire et nous revenons directement vers vous.
أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من الفوروم الاقتصادي، هذا الفوروم الذي نناقش فيه من النظر إلى التطبيق للمؤسسات الناشئة في الجزائر التي بدأت تعطي ثمارها من ناحية المناخ أو من ناحية إدماج بعض المؤسسات الناشئة في عالم الشغل، عالم الاقتصاد وعالم المؤسسات. ونعود إلى ضيفنا المدير التنفيذي لشركة هواوي الجزائر أليكس ليون. Et nous continuons sur ce que vous avez commencé à évoquer sur cette aide technique que Huawei peut apporter sur le premier volet à l'environnement des startups en Algérie. Exactement. J'ai continué. La plateforme cloud a mis à disposition des startups qui ont besoin dans les technologies, surtout dans les technologies de big data, cloud ou bien AI. Ce genre de technologies, ils ont besoin d'une grande capacité de computing. Donc, on les fournit les facilités en utilisant notre plateforme de cloud pour mieux les accompagner techniquement. Ça, c'est la plateforme technique. Et aussi, vous savez, comme vous avez mentionné, Huawei, c'est une société internationale. Et on a lancé dans différentes régions ce genre de projet, écosystème des startups. On a lancé en Asie-Pacifique, on a aussi lancé en Proche-Orient cette année avec l'Algérie. En fait, c'était l'un des premiers pays dans l'Afrique du Nord, on a lancé ce projet de start-up. On peut utiliser cette plateforme internationale pour donner les start-up une fenêtre. Sur le monde. Par exemple, il peut participer à les forums, les séminaires entre eux. Il peut aussi, à travers la plateforme Huawei, pour discuter avec les médias, les start-up des autres régions. Aussi, il y a aussi les WC qui se réunissent dans cette plateforme. En fait, nous, on veut lancer un écosystème et global. On veut Algérie aussi soit une partie dans cet écosystème. Donc, si nous avons bien compris, c'est que dans ce système, les start-up algériennes, non seulement avoir une fenêtre et peut-être s'échanger les expériences, mais ils peuvent même trouver du travail. Il y a une potentialité, il y a une potentialité. Parce que, par exemple, en Singapour, il y a déjà les start-up à travers notre plateforme, ils ont déjà trouvé les ventures, ça veut dire le financement. Ouais. Donc, c'est une question de financement et peut-être de sous-traitance avec d'autres entreprises internationales. Oui. دونك ننتقل الان مباشره الى سيد علي زروقي. ربما هذه النقطه كنا تكلمنا عليها في المقدمه، وهي ربط هذا المناخ بالعالم الخارجي، كنتم تطرقتم الى ذلك. لكن راينا الجيريا فنتشر التي وقعت مع جوجل، وقعت مع هواوي، وقعت مع عده ربما شركاء اجانب. كل هذا ربما ماذا سيستفيد أو ستستفيد منه المؤسسات الناشئة أو الشباب الجزائري؟ أولا هذه الاتفاقيات اللي نقوم بها وهذه الشراكات ولا عقود الشراكة أو مذكرات التفاهم للشراكة مع الشركاء والفاعلين في النظام البيئي المقاولاتية والعمالقة في التكنولوجيا على غرار هواوي جوجل، اسمحوا لنا أولا باش نمكن المؤسسات الناشئة باستعمال الموارد الحوسبة السحابية يعني كلاود كومبيوتينغ ولا الريسورسز داتا ستورج ولا في الذكاء الاصطناعي وحتى السبورت يعني المساعدات من عند أخصائي وخبراء دوليين. هذا أول شيء. ثاني شيء، كل العمالقة هذه عندها من وراها مستثمرين في سيز، فاحنا الغرض من هذه انه اصحاب رؤوس اموال، اصحاب المخاطرين برؤوس الاعمال، نحاولوا نستقطبوهم وجراء. واليوم راهم في اتصال مع عده شركات او مؤسسات ناشئه او شركات ناشئه باش يستثمروا فيهم ويخليهم يتوسعوا خارج الوطن. الهدف تاعنا انه نضع عده ميكانيزمات ونعطيه الخيار لاصحاب المؤسسات الناشئه. فيه برامج اوبن انوفيشن اللي عملنا بها ثاني مع عده شركاء في الوطن وحتى خارج الوطن، اللي هي لو ما نقدرش نعطيك فاينانسينغ ولا ما تحصلش على فاينانسينغ من عند اصحاب رؤوس اعمال، راح تاخذ بزنس يعني راح تاخذ اوبورتونيتي باش تعمل شغل للمؤسسات هذه مقابل عموله طبعا. فهذه تعتبر يعني
ميكانيزمات او عده طرق لمساعده المؤسسات الناشئه باش تبرز وباش تكبر وتكون موصوله مع العالم الخارجي. سي زروق، ربما هذه النقطه الجوهريه هنا في الجزائر، هل انتم يعني مع فكره، هنالك من يقول انه علينا ان نضع الان اسواق امام هذه المؤسسات الناشئه، يعني تخصيص أسواق لها أو حتى أولويات، هنالك البعض الآخر يقول لا، أن هذه المؤسسة الناشئة عليها أن تكون مبدعة ومبتكرة وبذلك يعني تجيب شيء فريد من نوعه وتستقطب الأسواق لوحدها، لأنه القضية في نهاية الأمر هي قضية سوق، هي قضية يعني حتى هذه المؤسسات الناشئة، هل ربما في استراتيجية اللي تعملوا بها، هل أنتم ربما توجهون هذه المؤسسات الناشئة نحو أسواق مربحة هنا في الجزائر أو ما نحتاجه؟ نعلم أنه اليوم كان أولويات اقتصادية حتى عند الحكومة في الاستثمار، لذلك باش ربما بعض الشباب ما يروحوش في ابتكار أو في مشروع ربما ما عندوش سوق نتاعه في الأخير. كما كنت تقول نقطة جوهرية، لأنه احنا اليوم المؤسسات الناشئة باش تحصل على علامة مؤسسة ناشئة لازم يكون فيه إبداع، يعني مشروع ابتكاري، ابتكار، حاجة مبدعة يعني لها تحل مشكل وعين. طبعا من الأحسن تحل المشكل هنا في البلد، فيه مشاريع تحصلوا على علامة يحلوا مشكل هنا في الجزائر ممكن على بعد 6 شهور أو بعد سنة، أو يحلوا مشكلة يعني مشروع مبتكر يحل مشكل في خارج الوطن إقليمي وحتى عالمي، هذا تاني نشتغل عليه ونحاولوا نجسده في إطار ما يسمى بالسوفت لاندينغ، نخليو المؤسسه الناشئه تتواصل على مع اسواق ثانيه خارج الوطن تحل لهم مشاكلهم وتستقطب العمله الصعبه، هذا اول شيء. ثاني شيء، احنا في الاوبن انوفيشن او في المشاريع في داخل الوطن، طبعا ما دام مؤسسه ناشئه هنا عندها سوق يا يعني اما في داخل الوطن او خارج الوطن، احنا نشجعوا لما يكون سوق في داخل الوطن ونحاولوا نعملوا ربطه الوصل بين الشركات اللي عندها مشاكل والمؤسسات الناشئه اللي عندها الحلول، لانه في الغالب ما يعرفوش بعضهم، كاين فيه جدار، احنا نكسر الجدار هذاك ونوصلهم لبعض، نخلي وحصل يعني مع شركات بتروكيميائيه وطنيه وخاصه او مالتي ناشونال ذات متعدده الجنسيات، ونعملوا الاوبن انوفيشن مع المؤسسات الناشئه واصبحوا وفروا ملايين من الدولارات، شيء نفتخر به لانه وفرنا العمله الصعبه واعطينا فرص للمؤسسات الناشئه باش تبين قدراتها وتبين انه فيه ماده خام في الجزائر لو نعطيها فرصه حتى تبين العجب العجاب. هذه نقطه. والنقطه الثالثه التي لازم ناكد عليها ثاني، انه المؤسسات العموميه او الخاصه او متعدده الجنسيات هي لها السياده المطلقه باش تعدل قانون التجاري للمؤسسات هذه تشتغل مباشرة، وشفنا يعني أحسن مثال على هذا شركة سوناتراك، فعدلت قانون تاعها يعني قانون المحروقات، لا مش قانون المحروقات، قانون ريغلومون دي مارشي تاعها، صفقات، قانون المحروقات، قانون الصفقات تاعها، قانون الصفقات تاعها، ونعطات فرصة للمؤسسات الناشئة توازي فرص المؤسسات الدولية اللي عندها 20 سنة خبرة واللي عندها رأس مال بملايين الدولارات، لو مؤسسة ناشئة عندها نفس الحل أهلا وسهلا بها، عدلاته بطريقة يسمح للمؤسسات الناشئة في الجزائر هنا تدخل الصفقات تكون يعني نفس المستوى موازي للمؤسسات أخرى، وهذا شيء يعني مبادرة جميلة وفيها كذا مؤسسات عمومية وخاصة عملت نفس الشيء، هذا راح يشجع المؤسسات الناشئة أنها تكون عندها ثقة وأريحية أكثر، يعني ما بقاتش كما زمان يقولوا لازم تكون عندك 20 سنه خبره ولا 3 سنوات خبره ولازم تكون نجحت وعملت لي يعني راس مال كذا مليون دولار في السنوات اللي فاتت، فهذا خلاص اصبح من الماضي. اليوم المؤسسه الناشئه اللي تحل لي مشكل تاعي وتخليني نقدم ونعمل سيفينغ كوست سيفينغ، فاهلا وسهلا بها. جيد سي عبد السلام، نعاود نولوا للمشروع وللبيئه، يعني قلتوا انكم يعني حتى انتم كشباب يعني ما قعدتوش في مكانكم، تواصلتم عبر شبكه علاقات، عبر بيئه موضوعه، عبر مناخ، وراينا انه حتى
هنا إجابة ربما للذين يشككون حتى في مستويات الجامعة. جامعة ورقل اللي مش المرة الأولى فقط اللي نسمع بها، بل في عديد المرات وعديد الابتكارات. اليوم هذا المشروع الذي تحملونه ربما نال اهتمام حتى على الصعيد الدولي. قلت لك كما قلت لك من قبل، شاركنا في مشروع Imagine Ventures Youth Challenge 2022 Vol 3 اللي كان مع بشراكة مع يونيسف. احنا مثلنا ولاية تاعنا طبعا في السيمي فاينلز مع جمعية أضواء رايتس، وبعدها انتقلنا للفاينلز. كان فيه شهر من المتابعة من طرف يونيسف، من طرف أخصائيين، من طرف الجمعية اللي رانا معها، والحمد لله توجنا باللقب وراح نمثلوا الجزائر في المسابقة العالمية اللي راح تقام في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أكتوبر 2022 إن شاء الله. وهذا خلانا نروحوا لخطوة واحدة أخرى ونقولوا علاش لنا ما نشوفوش مسابقات وحدين خلينا بلايص وحدين خلين اللي قادرين يفتحوا لنا البيبان. شاركنا مع ألجيريا فنتشرز بشراكة مع جان ألجيريا في الـ EWC Entrepreneurship World Cup اللي أقيمت الفاينلز تاعها في 13 سبتمبر اللي فات، والحمد لله كنا واحد من ثلاث مشاريع اللي راح تمثل ثاني الجزائر في المسابقة العالمية اللي راح تقام في المملكة العربية السعودية في الرياض في 2023 إن شاء الله. ربما أنتم بهذا المشروع وعرفنا يعني الدوافع الإنسانية اللي هي ربما مهمة، وفي نفس الوقت لديها ذلك سي زرقي لديها البوتنشال يعني آفاق اقتصادية أمام هذا المشروع، لأنه يعني مجتمع الصم والبكم. هل ربما عدا المشاركة في هذه المسابقات والنجاح فيها، يعني ربما عليكم أنه أو لديكم نظرة لتطوير هذا المشروع إلى مؤسسة يعني تجارية؟ أولا لأنه في نفس السياق تاع أنه نبينوا ونوصلوا النظام البيئي الجزائري العالمي، فيه مسابقة عالمية تنظم كل سنة الـ EWC من عند جان اللي هي Global Entrepreneurship Network، مسابقة عملية عالمية الجائزة تاعها يعني الأوائل اللي تحصلوا على مليون دولار، فهو أحسن استثمار وكهدية ما يبقاش معك شريك، أحسن رأس مال. فبالتالي لو فيه قدرات جزائرية أهلا وسهلا، احنا نشجعوهم ونكونوهم نزيدوا نرافقوهم من اليوم حتى اخر يوم يعني المنافسه في السعوديه ان شاء الله، ونكونوا معاهم هناك. ماذا بينا يكونوا على المنصه ومن الفائزين، اولا حيشرفوا الوطن يرفعوا العالم، وثانيا حصلوا هما نفسهم حترجع عليهم بالعديد فائدة. اولا حنا ياخذوا جائزه معتبره، ثانيا فيه اصحاب او مخاطرين براس المال راح يكونوا هناك، فكل واحد فيهم راح يهتم اكثر لانه حيعرف بلي هذه المؤسسه خلاص اصبح راس مالها مليون دولار اكيد، فبالتالي هو ماذا به يزيد يحط فيها فلوس اكثر. احنا الهدف تاعنا مش غير نشاركوا في المسابقات، لا، الهدف تاعنا انه نكونوا مؤسسات ناشئه قادره، مثل المؤسسات اللي نجحت على المستوى العالمي، وفيه الثانيه اللي نجحت وماهيش في الرادار، يعني ماهيش بان في الميديا وماهيش تشارك في المسابقات لكنها ناجحه وتدر اموال وتشرف، وراهي يعني تعمل راس مال بالملايين دولارات وملايين يوروهات. سي عبد السلام، ربما لما نتكلم عن تجربتكم نتكلم عن المناخ، ربما كيف ترون المناخ اليوم؟ هل يساعدكم كشباب كجامعات؟ هل ربما تحبذون شيئا ما، خاصه انه معنا اليوم من المؤثرين وصانعي هذا المناخ، وفي اطار ربما حوار عام نستطيع ان نطور هذا المناخ مع بعضنا البعض، بالاقتراح مع بعضنا البعض، بالكلام مع بعضنا البعض، خاصه في الجنوب الكبير. والله رانا نشوفوا مثلا الجامعات راهم عندهم العديد من المراكز الحاضنات الجامعيه اللي راهم يهتموا بالمشاريع تاع الطلبه وراهم يعاونوا فيهم ويساعدوا فيهم. في حقيقه الامر احنا كي بدينا الخدمه فضلنا ندخلوا لهذه المسابقات للحصول على هي باب مهم باش تفتح لنا الابواب، يعني نتعرفوا على الناس، ناخذوا خبراتهم، نستفادوا منهم، ويكون فيه زعما مثلا المساعده الماليه باش ننطلقوا في المشروع تاعنا. لهذا فضلنا نفوتوا لهذا الباب والحمد لله. وطبعا هو المناخ مساعد
بالأخص مع وجود الوزارة الوصية المؤسسات الناشئة اللي فتحت لنا بزاف البيبان، مع وجود العديد من الناس ولا الأشخاص كما الجمعيات اللي راهم مهتمين بهذا المجتمع المجال. المدني في رأيكم يلعب دور مهم في هذا الشأن؟ دور كبير. يعني احنا يا أول حاجة ولا اللي فتحت لنا هذا الباب هي جمعية أضواء رايتس، الأستاذ خالد محيز كان معنا من أول خطوة لليوم، ومالغري كملنا معهم الجانيو، كملنا معهم مثلا فتنا مع رانا مع ألجيريا فنتشرز، لكن ما زلت متابعة معهم لليوم. طبعا المجتمع المدني راهو داعم لينا، وماشي غير حنايا، شفنا بزاف مشاريع، ماشي معناته أنه المشاريع هذيك مثلا ما أنا زايد عليه بشوية، ولا مثلا في حاجة اللي قدرت أنايا نحتل المرتبة الأولى مثلا، أنه هو مشروع، يعني مشاريعهم واعدة جدا ويستاهلوا ياخذوا كامل فرصة. و ربما سي عبد السلام في الاخير، واش تقول للشباب الجزائري عبر كل التراب الوطني فيما يخص المؤسسات الناشئه؟ هنا الكثير ربما يقول لك احنا نتكلموا بالعاميه، ما فيهاش، واش راح ننجحوا بعد، احنا واش رانا رايحين نديروا، ماشي كاع الناس ينجحوا، يعني هذا كلام ينقال بالعاميه. لكن انت اليوم ما راكش يعني في العاصمه او حتى في الشمال، يعني حتى في ولايه الجنوب، وشفناهم كثيرا في كل مسابقات، يعني تقريبا ما مش المؤسسات الناشئه اللي في الشمال لم ياخذوا الجوائز، بالعكس. وش تقول لهم سي عبد السلام؟ هو كلامك صحيح، يعني هي واحد في المليون طبعا، صح، علاش ما نكونش انا هذاك الواحد في المليون؟ يعني هذا هو، كان جا كل واحد ياخذ الفرصه تاعو ولا ذاك المشروع اللي في باله يبدا يخدم عليه، ماشي مجرد فكره ونبدا نهدرها وخلاص، نبدا نخدم عليه، نبدا نطرح فيها، نبدا نشوف كيفاش نقدر نجسدها، وكيفاش طبعا راح تكون، يعني لو كان سقطت المره هذه راح نوقف المره الجايه ان شاء الله، علاش لا؟ طبعا لازم نحاول، ولازم ماشي كي عاد رانا صغار برك، ولا ما عندناش شكون اللي يعاوننا، طبعا هي ما كانش شكون يعاوننا، ما نشوفوش، ولا كي عاد راني في ولايه ماهيش العاصمه ما نجربش، ولا ما نشوفش، ولا كاين كيفاش، كاين كيفاش. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا سي عبد السلام مولادي، وفي مشروعكم ان شاء الله تشرفوا الجزائر، كان في نيويورك او في المملكه العربيه السعوديه. شكرا لك مسيو اليكس ليو. نو باغليون دو سيت انفيرونمون كون ايساي دو ديفلوبي ا فور ا ميزور بور نو جون ستارت اوبور اي انوفاتور ايسي ان الجيري. نو افون فو ميم لا شين، اون فا با دير كيل اي فريمون تري انسيان دون سو domaine, mais qui a remarquablement accéléré ce domaine ces dernières années. Donc quand on voit que les États-Unis d'Amérique a démarré dans ce domaine bien avant que les Chinois, nous regardons dans les statistiques que les plus riches startups au jour d'aujourd'hui au monde sont des startups chinoises aussi. Comment est cet environnement que nous voulons expliquer à nos jeunes, cette expérience inédite chinoise? Je pense tout d'abord le développement des startups ou bien les accélérateurs. Je pense qu'ils sont liés, basiquement, ils sont liés aux opportunités de développement de l'économie. Ça, c'est avant tout. La Chine, vous savez, pour les 30 ans précédents, on a eu un grand développement. Je pense que ça, c'est la base. Il y a un boom économique, un marché économique, oui, potentiel. Ça va donner beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, je pense pour l'Algérie aussi, c'est un bon moment parce que j'ai vu que vous avez lancé le renouveau de l'économie. Ça, c'est un bon moment pour les joueurs, les start-up, dynamiser le développement. Pour l'expérience chinoise, en tant qu'un Chinois, je donne les commentaires personnels. Moi, je pense tout d'abord, il y a au niveau du gouvernement central, on a la planification stratégique et on a une exécution rigoureuse. Ça veut dire avant de lancer un plan, on recensait tous les éléments concernés et on fait une réflexion et réfléchissement bien concentré. Et puis on lance quelque chose de convenu. Et tout le monde, une fois le plan il a convenu, tout le monde se réunit vers la même orientation. Et chaque 5 ans, on a le plan de 5 ans.
Ça, c'est tout d'abord le premier, je pense, c'est le plus important, un plan stratégique. Et il y a une synergie avec les différents secteurs. Synergie, bien sûr. Et deuxièmement aussi, je pense aussi, c'est les infrastructures. Parce que pour le développement des startups, je pense qu'il faut une base des infrastructures. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en Chine, on dit tous les villages, ils sont connectés par la route, ils sont connectés par le réseau mobile et ils sont connectés par le réseau filaire. Donc ça, je pense que ça, c'est, ce genre de truc, c'est une base. Et troisièmement, je pense aussi, c'est l'environnement. L'environnement, on peut dire, pour les réglementations et aussi les talents. Les talents, très important, les talents. Oui, les savoir-faire et les compétences. Ça, c'est, je pense, ce sont les éléments, du point de vue personnel, je pense que ce sont les éléments... clés du développement de ce secteur. Parfait, monsieur Lyon, nous allons revenir dans plus de détails. Oui, ça va être plus facile. Mais avant cela, nous allons aller à une facile et puis nous allons. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثالث والأخير من الفوروم الاقتصادي، الفوروم الاقتصادي الذي يناقش واقع والمؤسسات الناشئة بأكثر عمق من ذي قبل. ناقشنا السياسات العامة، ناقشنا ما تم وضعه من أجل تطوير هذه السياسات الموجهة نحو المؤسسات الناشئة وتطوير ابتكارات وإبداعات الشباب. اليوم انتقلت الجزائر من النظر إلى التطبيق. اليوم المؤسسة الناشئة صارت واقعا معاش ويعيشه الشباب داخل الجامعات مع المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية، وهنالك ديناميكية أطلقت في هذا الأمر. ونواصل دائما نقاشنا مع ضيوفنا، كل من السيد أليكس ليو المدير التنفيذي لشركة هواوي الجزائر، والسيد سيد علي زروق المدير العام للمسرع العمومي ألجيريا فنتشر، وتتصل معنا ضيفتنا الأخرى السيدة فاطمة بن داود مرافقة لحاملي المشاريع بالجنوب الجزائري. مرحبا بك معنا. ربما نذهب لسيد علي زروقي. تكلمنا عن هذه التجربة، تجربة يعني الصينية، تكلمنا عن الواقع مع المؤسسات الناشئة. يعني شيء جميل أن نشوف الشباب نتاعنا استطاعوا أن يتأقلموا، أو ربما حتى مؤسساتنا تأقلمت مع رغبات والمطالب نتاع الشباب نتاعنا. اليوم هذا عملية التطوير يجب أن تواكب الرغبة الاقتصادية القوية، وأنتم يعني الاسم يدل على ذلك، أنتم المسرع، يعني يجب أن تقوموا بكل المجهودات لكي هذه المؤسسات تعطي ثمارها على المستوى الاقتصادي. طبيعة الحال أنه احنا من جوانب التسريع تاعنا، أولا أنه باش نسرعوا النمو. نعطيك مثال، اسم الحاضنة حاضنة أعمال، أنه تقوم بالفكرة بلورتها وتحويلها إلى مشروع. المشروع هذاك يمكن ياخذ سنه باش يكون عنده منتج، يعني اما ملموس او عباره عن تطبيق او شيء. المسرعه لما يكون فيه المنتج هذاك وعنده سوق لكن ضئيل، احنا نخليوه نعطيوه كل الطاقات وكل الامكانيات باش يقدر يسوق المنتوج الى زبائن اكثر وبطريقه احسن، ونخليوه يزيد راس مال تاعو من المخاطرين براس المال. فبالتالي التوجيه تاعنا حتكون نحاول نوجهوه الى الاسواق او الى المؤسسات اللي راهي محتاجه باش تسرع، لانه لو يروح وحده الى السوق فبالتالي مش حيلقى ممكن الماركت تاعو المناسب ليه، فبالتالي مش حينمو بالطريقه العاديه او اللازمه. احنا نعطيوه ديزاين ثينكينج، نعطيوه ماركتينج، فاينانس، فطريقة خاصة بالمؤسسات الناشئة العالمية. ولهذا قمنا بتسطير برنامج التسريع بالشراكة مع جوجل فور ستارت اب، اللي خلانا تعطلنا، يعني كنا من المفروض نطلقوا أول دفعة في شهر
جانوري 2022 عفوا. بعدين لما بدينا الشراكه زدنا طورنا برنامج التسريح مع جوجل فور ستارت اب اللي هو برنامج عالمي ويخلينا نجيبوا اولا يعني المؤثرين عالميين ذوي خبره عالميه ومتمكنين يعني سرعوا مؤسسات ناشئه اللي اصبحت تزن ملايير الدولارات. فبالتالي هذه حاجه يعني لوكسوري اللي جبناها للمؤسسات الناشئه الجزائريه جوجل اكيد باش نوصلوها بطريقه يعني ما يقولوش احنا لا النظام البي اف امريكا ولا النظام البي اف اوروبا ولا في اسيا ولا حاجه احسن منها. وفرنا له كل النظام البيئي وكل ما يلزم باش يتطور بطريقه هائله. سي زروقي ايضا قمتم بعمليه كونكتينج يعني عمليه ربط توصيل مع حاضنات على المستوى الدولي، راينا ذلك في اتفاقيات مع ربما تركيا فرنسا او هنالك دول اخرى. ما هي اهميه عمليه الربط او الشراكه في الحاضنات؟ الشراكه هذه قمنا بها مع دول عديده منها هولندا ايطاليا مصر، وفي مصر عندنا فيه حاضنه متواجده في 14 دوله من اوكرانيا انجلترا باكستان في الامارات، تسمح لنا بما يسمى بالسوفت لاندنج. معناتها اليوم مؤسسه ناشئه في الجزائر، احنا من ضمن المؤسسات الناشئه تغطي 38 ميدان: الطب، التعليم، تكنولوجيا الصيدلانيه، يعني هناك ميادين معينه 38 ميدان يعني ايدنتيفايد، يعني قدرنا نتعرفوا عليهم. اليوم المؤسسات الناشئه لما نقسمها لقيناها 38 ميدان، فيه ميادين ممكن مؤسسه ناشئه ما عندهاش سوق هنا في الجزائر، واش نقول لها تغلق المؤسسه الناشئه؟ لا، قول لها بلي عندك ماركت سوق ثاني في الدوله الفلانيه. فهذه الشراكه تخليه هو بالريسورسز يعني بالقدرات او بالطاقات جزائريه يشتغل في الدوله الاخرى يقدم لها خدمات، فبالتالي حيحصل على بزنس، حيحصل على مرافقة من عند شركائنا. مكان عمل ما يحتاجش يروح يكري مكتب ويدير كل وجع الراس. شراكة بين الحاضنات، شراكة بين الحاضنات، لأنه خليه المؤسسة الناشئة تاعي تروح يعني تاعي الجزائرية، يعني كل مؤسسة جزائرية نعتبرها تاعي جزائري، فيخليها تروح تشتغل هناك وتقدم ويزيد يوصلها مع يعمل اوبن انوفيشن مع شركائها في الدولة المستقبلة. فهذا يرجع بالعملة الصعبة وزيد يفتح مجالات أكثر. شفنا هذا يعني نعطيكم في شهر ديسمبر السنة الفارطة قمنا بزيارة، كنا في واد وزاري واتصلنا مع أكبر أكسلوريتر في إيطاليا اللي هو الفنتور، وفي اللقاء كانوا طرحوا لنا إشكالية يعني ما كناش متوقعينها اللي هو إيطاليا بلد الفاشن والموضة، ما عندهمش ستارت اب في الفاشن، شيء يعني تقريبا غير منطقي. وإحنا من أسبوع من قبلها كانت عندنا فيه منافسة وكانوا فيه 6 ستارت اب في الجزائر يعملوا في الموضة، فقلنا لهم أوكي أنتم ما عندكم مشكل وإحنا عندنا ستارت اب وما عندناش يعني مجال الموضة ماهوش تو ماتش ديفلوبد في الجزائر. فبالتالي عملنا رابطة توصل بيناتهم وخليهم يشتغلوا معاهم، هذوك حلينا لهم مشكل، حلينا مشكل تاع المؤسسات الناشئة وهكذا. فالشراكات هذه تسمح باش نصدروا خدمات مش المؤسسات الناشئة، خدمات المؤسسات الناشئة ليرجع بالفائدة للوطن للاقتصاد والخبرات. وهذا اللي كان من أولويات الدولة والحكومة فيما سبق. نذهب إلى سيد أليكس ليو. مونسيور ليو، dans le développement, nous avons compris que l'entreprise ou le groupe Huawei ici en Algérie, il essaie d'être un groupe modèle citoyen qui accompagne le développement de la société et des jeunes Algériens dans le secteur des start-up. Donc, comment voyez-vous qu'on peut aider avec l'expérience et ce bon exemple de réussite de la start-up chinoise ici pour les Algériens? Ok, ça c'est une question un peu vaste, hein. Mais je pense qu'on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, l'expérience de la Chine dans ça, je pense qu'il y a les aspects un peu similaires. Aujourd'hui, vous êtes en train de lancer l'économie, renouveau de l'économie. Je pense que ça c'est une base de tout. Avec la relance de l'économie, ça donne beaucoup d'opportunités. Et là, je pense que les startups, ils peuvent cibler
Là, il y a un besoin de marché pour commercialisation très rapidement. Et en plus, avec l'accélérateur, avec les mécanismes gouvernement, organisation, et aussi avec les technologies aujourd'hui. Aujourd'hui, les technologies ICT ou bien TIC, ça donne les startups très efficacement de grandir. Tous ces aspects, je pense, on a un peu des similaires avec la Chine. Mais du pas pour la formation des talents ou bien la capacité de savoir-faire ou bien les compétences et aussi la réglementation, peut-être sur ces aspects, on doit avoir plus d'investissement. Pas investissement, pas forcément l'argent, mais le temps, les changements, les ressources, oui, et la concentration. Ouais. Donc, pour la détection des talents, nous savons bien que de par le monde, il y a des business angels, il y a des porteurs de capitaux à risque pour ces investisseurs. Est-ce que Huawei en Algérie, elle fait dans ce cadre. Donc, est-ce qu'elle peut financer des startups algériennes? Pour l'instant, on n'a pas encore. Ou des talents, pour détecter des talents. Oui, les talents, oui. Les talents, en fait, pour les 3 ans, disons 300 précédents, on a investi beaucoup financièrement, on a investi beaucoup. Et on a une équipe qui gère spécialement pour la formation des jeunes. Ces formations, ça constitue dans différents aspects. Par exemple, avec les universités, on travaille aujourd'hui avec une trentaine des universités algériennes pour installer les académies Huawei. Et aujourd'hui, on a environ formé plus de 4000 des jeunes étudiants pour avoir une conception des technologies. Et aussi, on a, à travers cette plateforme, on a formé 800 teachers, les professeurs. Les professeurs. Oui, à travers eux, ils peuvent généraliser cette savoir-faire. À travers ces projets avec les jeunes, on a aussi les jeunes étudiants, on a aussi un projet qui s'appelle Seed for Future, Grant pour la future. Ça, on trouve les jeunes diplômés ou bien les jeunes brillants dans différents domaines, mais qui ont un lien avec les technologies. On les réunit, on invite les grands savants ou bien les grandes personnalités dans le domaine de DC. De faire les partages et faire les séminaires. Et avant, quand les conditions sanitaires le permettent, on les envoie même en Chine pour faire les différents échanges avec différents pays et voir physiquement ce qui est en train de passer avec les technologies. Et ça, je pense, ce sont les efforts Huawei a fait dans cet aspect. Et on va continuer à faire. Et aujourd'hui, de plus, avec le start-up. Donc ça, c'est une orientation, on va continuer de donner notre accompagnement et contribution. Parfait. Donc, comme on est dans le forum économique et vous êtes avec nous, on ne va pas s'empêcher de vous poser la question sur l'avenir ou les perspectives de Huawei. Nous savons bien qu'il y a les détails du code de l'investissement qui sont sortis il y a 2 jours officiellement, un nouveau code qui garantit la pérennité de nos lois et qui marche avec le renouveau économique. Comment voit l'entreprise ou le groupe Huawei aujourd'hui l'environnement de l'investissement, et est-ce qu'il prévoit d'autres investissements au futur ici en Algérie, des investissements, on va dire, palpables qui produit ou qui fait un transfert du savoir-faire ici? Je pense que ça, c'est un début, ça, c'est un bon signe pour nous quand on voit, parce qu'il y a beaucoup d'efforts, on a vu dans le général, dans ce code, pour l'encouragement de l'investissement ici. Et Huawei, on considère toujours l'Algérie, on ne dit pas marché, c'est un lieu pour nous très important, pas seulement le marché. Pourquoi on investit ici dans les jeunes, dans les talents? Parce qu'on pense ici avec les talents algériens, peut-être on peut faire l'extension dans la sous-région. Et aussi, il y a cette relation historique entre les deux pays qui va au-delà de l'aspect économique. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Alex Liu, d'avoir participé avec nous au nom du groupe Huawei. Merci beaucoup. Merci. ننتقل الآن إلى سيدة فاطمة بن داود المرافقة لحاملي المشاريع بالجنوب الجزائري الذي ربما نحن
نحاول وحتى الشباب يحاول قدر المستطاع، ورأينا هذه النجاحات ما هي إلا دليل على أنه لا فرق بين الشمال والجنوب أو الشرق والغرب في إطار هذا النمو للمؤسسات الناشئة وحتى الاقتصاد الوطني. ربما ما هي مهمتكم أساسا؟ كنا تكلمنا عن المجتمع المدني وأهميته في إعلام وفي توصيل المعلومة بأنه هنالك محفزات، هنالك حاملي مشاريع مسرعات لهذا المواطن. ربما في ماذا يتمثل دوركم اليوم؟ شكرا على الطرح. حاليا جمعية أضواء رايد تعمل على تشجيع المقاولاتية الاجتماعية عن طريق دورات تكوينية، عن طريق كذلك لقاءات ومجموعة من الاستشارات لصالح الشباب في مشروع Generation Unlimited أو مشروع جيل طريق، كذلك عبر المسابقة العالمية لImagine Venture Youth Challenge 3.0. نعمل على ضمن المساحة الجغرافية الجنوبية للجزائر خلال 8 ولايات جنوبية. حاليا قمنا باستهداف أو نحن نعمل على استهداف 1000 شاب من يتراوح عمره بين 14 سنة إلى 24 سنة. نعمل كذلك على مرافقتهم من خلال تقديم مجموعة من المفاهيم الحديثة في التوجه المقاولاتي، مثل تفضل الأستاذ بالذكر حول التصميم المتمحور حول الإنسان Human Centered Design، كذلك فيما يتعلق بالبزنس موديل كانفا. كل هذه المفاهيم نقدمها إلى الشباب عن طريق المخيمات التدريبية يقومنا بها في خلال المسيرة تقريبا من شهر فيفري، وإحنا انطلقنا في هذا المشروع بالشراكة مع يونيسف الجزائر، كذلك بالشراكة مع الوزارة الوصية للمؤسسة الناشئة، وكذا وزارة الشباب والرياضة. جيد. سيدة فاطمة، ربما لما نتكلم عن الشباب في الجنوب أو حتى الشباب الجزائري على العموم، هل هنالك ربما إشكالية خوف أو عدم معرفة بشيء؟ لأنه نعرف أن الشباب الجزائري مبتكر ومبدع وعنده أفكار، لكن الخطوة الأولى للذهاب نحو تطبيق أفكاره ربما هنالك أمور مغلوطة أو يسمع آراء أو هنالك حتى حرب إعلامية في بعض الأحيان لتشويه صورة الجزائر أو تشويه صورة النظام حتى البيئي. ربما كدوركم كيف تشوفوا الشباب اليوم؟ هل هو أكثر إقداما أو ما زالوا كما يقولوا بالعامية حبس بلاستون؟ كان لي شرف أنه طبيعة الحال بانتمائي لولاية ورقلة وكذلك عبر جمعية أضواء رايت، أنه شفت فيه بتنقلنا إلى 8 ولايات الجنوبية شفت جواهر مدفونة. الجواهر هذه تحتاج الآن إلى الصقل. الصقل عن طريق ماذا؟ عن طريق توجيه ومرافقة. فيه أكثر من 54 مشروع تم استخراجه من هؤلاء الشباب عن طريق ماذا؟ كما سبق وذكرت، عن طريق الدورات التكوينية. الآن الشباب في الولايات الجنوبية يحتاج إلى فيه مؤسسات، فيه هيئات تعمل على مرافقة وكذلك على تشجيع المقاولاتية، لكن يخص فقط أنه يكون هو مؤمن بالفكرة تاعو ويكون أنه ثقة في النفس بطبيعة الحال. يعني كل هذه المكونات اللي تخلي أنه يشكلنا مقاول مبدع. نحتاج الآن إلى أنه نطرح مجموعة من الأمور التعليمية تكون أساساً في الجامعات، تكون على المستوى المجتمعي عن طريق الجمعيات، تكون عن طريق الوسائل الإعلامية كما احنا وصلنا للشباب هادو عن طريق السوشيال ميديا، نوصل لهم كذلك نغرسوا فيهم روح المقاولاتية والتوجه المقاولاتي الجديد اللي تعتمد له الجزائر، ونغرسوا فيهم الأمل أنه فيه الناس اللي تسمع لكم، فيه توجه الجديد للجزائر من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد تقليدي حديث بالرقمنة. هذه الأمور كامل دعمها كل القطاعات اللي نشطة في هذا المجال، وكذلك نحن بطبيعتنا في كعضو فعال في المجتمع المدني. ربما في الأخير، ما هي مشاريعكم المستقبلية خاصة بالنسبة لشباب في الجنوب؟ يعني اكتشاف هذه المواهب، من ثم ماذا ستفعلون بهذه المواهب؟ سؤال وجيه.
الان لما كان فيه مثال يقول انه لما يكون عنده شخص الماس يحاول ديما يخبيه، لكن احنا الالماس هذا نحبوا نوريوه للعلن ونقدموه على انه فيه تجارب ناجحه، فيه نماذج كسيد عبد السلام والدي اللي كان عنده المشروع تاعو، كان احد النماذج الناجحه عن طريق المقاربه الفعليه الناجحه لجمعيه اضواء رايت في مرافقه هؤلاء المشاريع. الان بالتوجه تاعنا الحديث راح ناملوا انه نقدموا دورات تدريبيه للمدربين في خمس ولايات او في ثلاث ولايات، خمس ولايات جنوبيه اخرى، لانه يعني خدمنا على خمسه وراح ننتقلوا الى ثلاثه اخرى. كذلك حنعمل على لقاءات حول تشجع حول المقاولات الاجتماعيه، كذلك نعمل على تشجيع على طرح الفكر المقاولتي لدى الشعب. وهذا هو الدور الذي نريده من المجتمع المدني، ومن هنا ومن قناة البلاد ومن الفورم الاقتصادي سنكون دائما منصة لهذه الجواهر التي ستكتشفونها والتي سيسرعها ويحتضنها وتحتضنها الدولة الجزائرية والسلطات العمومية. شكرا لك جزيل الشكر سيدة فاطمة بن داود على كل هذه المجهودات التي تقومين بها أنت وفريق العمل في المجتمع المدني. في الأخير سيد علي سروقي، ربما في هذا المستقبل القريب نحن بدأت عملية الانفتاح أكثر بعد جائحة كوفيد، قانون النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار تمت، وكأنه يعني الطريق اليوم معبد ومعبد لكي تكون هذه الانطلاقة. كيف ترون ربما في الأخير وفي الختام مهمة المؤسسات الناشئة على المدى القصير المتوسط والبعيد للتحول الاقتصادي في الجزائر؟ نفتح قوس في المهمة الأخيرة كنا فيها، المأمورية الأخيرة كنا فيها، الأجانب المستثمرين كلهم كانوا ينتظروا بشوق هذا قانون الاستثمار. يعني كان لحد أنه أول ما طلع الجريدة الرسمية شاركتوا فيهم باللغة العربية واللغة الفرنسية، قلت لهم ها هي النسختين لأنه معظمهم من الشرق الأوسط ومن أوروبا، فارتاحوا نفسيا وخليك خلاص حنا نجهزوا الحقائب تاعنا ونجيو نستثمروا في الجزائر في المؤسسات الناشئه. فنقول المؤسسات الناشئه الجزائريه يعني النظام البيئي تاعنا ممكن بعد يقول لك لا ما فيش، طبعا يكون فيه عنصر او اثنين مشاغبين ولا محبطين وشيء عادي، ما لازمش نشوفوا نصف الكاس الفارغ، نشوفوا النصف المليان، نشوفوا الجهودات المجهودات اللي قامت بها الدوله وهنالك الناجحين، ونشوفوا في هذا الامر الامثله الحيه، يعني الناس من كافه اقطار الوطن ويشوفوها في المعارض ويشوفوها في المسابقات ويشوفوا الشبان هادو في المنصات ويشوفوا الجمعيات ويشوفوا الحاضنات الخاصه اللي كلها تجتهد. لو كان ما فيش حاجه ولا واحد حيتقدم طبعا، ولا أكيد. واحد راح يروح للفراغ، فما دام كاين فيه ريسورسز يعني وماده خام كما كانت قالت الاخت لهذا الالماس هذا، فالمستثمرين كاينين، النظام البيئي انشا موجود. ونعطيك نعاود نرجع لك المثال، لما نشوف نقارنوا احنا مثلا مع مصر ممكن صح فيه يونيكورن في مصر او اثنين وكذا ستارت ابس رفعت ملايين دولارات، لكن الوتيره اللي مشات بها الجزائر راهي اسرع، الخطى اسرع، فنقدر نقول لحقنا وانجزنا ما لم تجزه دول يعني عندها النظام البيئي منذ 10 سنوات بدون ذكر اسامي الدول الاخرى. فبالتالي يا مقاول يا شاب لو عندك فكره تفضل، فيه الجمعيات، فيه الجامعات، فيه الانكيبيترز، فيه المسرعه، فيه الوزاره، فيه التمويلات، وفيه التمويلات. فبالتالي اكثر من هكذا يصبح فساد، يعني ما لو هذا الشيء كامل وما تبلورش وما تعطيش واش عندك فراح تضيع فرصة ثمينة. ومتفائلون بحول الله حول مستقبل المؤسسات الناشئة. نشكرك جزيل الشكر سيد علي زروقي المدير العام للمسارع العمومي ألجيريا فنتشر على إسهامك وعلى مشاركتك الدائمة معنا في هذا الموضوع. Nous vous remercions beaucoup monsieur Alex Liu pour votre participation. نشكرك جزيل الشكر سيدة فاطمة بن داود والمجتمع المدني وجمعيتكم على كل هذه المشاركة، ونطلب منكم ونطالبكم بال استمرار مع شبابنا. كما نشكر مشاهدينا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. نصل إلى نهاية الفورم الاقتصادي لهذا الأسبوع، نلقاكم الأسبوع القادم في عدد آخر بملف آخر. السلام عليكم.